طبعا سعيد اني اكون في منتدى الاعلام في مصر، وهذا المنتدى مثل ما كان في النسخه الاولى متميز، السنه هذه ايضا متميز. شاكر للقائمين على هذا المنتدى، العمل المتميز والاجنده المنوعه اللي تهم اعتقد كل مستويات الاعلام، سواء كان قيادات في الاعلام او شباب في الميدان او حتى شباب الطلبه في الجامعات. التطور والتكنولوجيا اللي حاصله اليوم في قطاع الاعلام المتأثر أيضا بتكنولوجيا حاصلة في مجال الاتصال، أعتقد يجب علينا أن نكون دائما متواجدين في مثل هاي المنتديات ونتعلم ما هو الجديد، ونحرص على تطوير ذاتنا وأن نكون جزء من المستقبل. المستقبل الإعلام القادم يجب أن يكون متزود بجميع أنواع الأسلحة الممكنة اللي ممكن تساعد أنه يستمر بطريقة متميزة في قطاع الإعلام. من أهم الأسلحة اليوم اللي هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو جزء مهم، واعتقد هو جزء يساعدنا في عملنا ان نقوم باعمال متميزه، ويساعدنا ايضا بان ننتج اشياء كثيره يمكن كنا ناخذ فيها اوقات طويله باوقات قصيره، وهذا الجانب ايضا متطور يمكن نصل فيه الى مراتب افضل واعلى. ومهم جدا ان نحن في مؤسساتنا الاعلاميه نساهم في تطوير الفريق وايضا تطوير اجهزتنا، وايضا نحدث ما هو موجود من تكنولوجيا عندنا بحيث أننا نستطيع أن نكون قادرين على أداء الرسالة الحقيقية لوسائل الإعلام اللي عندنا. أنا أعتقد التخوف من الذكاء الاصطناعي يكون عند الأشخاص اللي ما حابين أن يطورون ذاتهم. أنا أعتقد نحن كلنا بنستفيد من الذكاء الاصطناعي إذا تعلمنا وسائل الذكاء الاصطناعي الموجودة، إذا كنا دائما نحدث معلوماتنا أولا بأول، إذا تدربنا على هذا الجانب راح نستطيع أن نستخدم الذكاء الاصطناعي في توفير الجهد والوقت والمال في عمالنا، وهذا الشيء إن شاء الله ما راح يكون خطير علينا، بل العكس أنا أشوفه شيء إيجابي وفرصة للتطوير.